سالي، ضمن مساحتنا الخاصة بالإبداع اليوم رح يرافقنا صوت قدر يلامس بموهبته القلوب، طبعا عبر شغفه وحبه للغناء ومشاركته ببرنامج ذا فويس، لكن ما توقف عند حدود الموهبة اللي كان عم يسقلها طبعا عبر الدراسة بمعهد صلحي الوادي، وأيضا يزن كفا ملقب بالسلطان الصغير في سر كبير. هلا بدنا نقوله ليش لقب بالسلطان الصغير. سعد صباحك يا يزن. صباح اهلا وسهلا فيك المشاهدين اللي عم يشوفونا. اهلا وسهلا، صباح الخير لكم. اول شيء سعد صباحك، يعني دائما بفقرات فيها غناء معناتها فيها غذاء للروح، ونحن هلا ممكن يتغير مزاجنا، مو بس مزاجنا، مزاج كل اللي رح يسمعوا هلا. فاول شيء خلينا نبدا بدراستك بشكل عام بمعهد صلحي الوادي. انا صار لي سنه خامسه بمعهد صلحي الوادي غناء وسولفيج. طبعا عانينا الفتره الماضيه بانه الظروف، انا بمدينه سلاميه، كنت انتقل على الشام كل سبت سافر وارجع، والحمد لله ان شاء الله يا رب هيك باقي لنا السنه ونتخرج من معهد صلحي الوادي ومنكفي دراستنا. نعم. اكيد يزن، قلنا بالمقدمه انه لقبت بالسلطان الصغير، خبرنا اول شيء ليش لقبوك هيك، وثاني شيء بدك تسمعنا ليش لقبت هيك لإله للفنان السلطان الكبير. طيب ماشي. السلطان الصغير هي رافقتني خلال برنامج ذا فويس كيدز، حبي وعشقي للسلطان الطرب جورج وسوف، غنيت له جرحونا وغنيت له ونويت، ويعني صرت احفظ اغاني كثير له. طبعا كل فنان له بصمته، بس جورج وسوف فنان كبير، يعني العالم متأثرة فيه جدا وانا بحبه كثير. سمعنا شيء للسلطان الكبير جورج وسوف. كل شيء مكتوب، تبقى يوم مغلوب، تبقى يوم غالب، قلبي مهما يدوب العيون بتدوب، قلبي فيك دايب، كل شيء مكتوب، تبقى يوم مغلوب، تبقى يوم غالب، قلبي مهما يدوب العيون بتدوب، قلبي فيك دايب، اجرى ايه يعني لو تطاوعني وتكون المحبوبة نادرك ونصيبك، ونصيبك حيسيبك، أنا أدرك ونصيبك، ونصيبك حيسيبك، ما تميل يا حبيبي وما تزعلش حبيبك. يسلم هالصوت يا يزن. يعني دائما نحن لازم نتميز مو بس باختيارنا للفنان يلي نحن بنحبه يلي هو بنعتبره قدوتنا، وايضا من الاغاني يعني، بس المشكله ما فينا نختار كله حلو يعني. اذا بدنا نغني لسلطان الطرب كل شيء بيغنيه هو حلو، يعني كل شيء عن جد زينب غناه سلطان الطرب هو مميز. ايضا تحكي لنا شوي يزن، يعني كمان انت حدا بيدرس، طالب دراسة وأيضا صاحب موهبة، فاحكي لنا هيك كيف قدرت توفق بين دراستك وموهبتك؟ أول شيء الدراسة بدها جهد وتعب، يعني بالمجالين، بالفن وكدراسة عامة. هلا تعودت على شيء أنا من أنا وصغير، يعني إنه صرنا ندرس بالمعهد وأدرس بالمدرسة، فلازم أوفق بيناتهم حتى يعني ما أفشل بالاثنين. تمام؟ فالحمد لله ان شاء الله يا رب بنكفي ونتميز بالاثنين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ويعني هي بدها جهد وتعب وتنظيم وقت اهم شيء. اكيد يزن، وخاصه دراستك بمعهد صلح الوادي عم تتعلم فيها اصول الموسيقى طبعا، ولا يمكن الفويس الصحيح العرب مثل ما بتقولوها بالموسيقى حتى تغني، خاصه انه انا مبسوطه انه انت كجيل صغير متاثر بسلطان الطرب، يعني طبعا اللي مؤثر على الاجيال الصغيره. متاثر بمدارس غير مدارس ام كلثوم وديان صافي، بس حسيت اقرب الي هو ال تمام. ذا فويس شو غنيت غنيه هيك ونالت اعجاب اللجنه و جرحونا برمشاين كمان نسمع. سمعكم اياها؟ طيب جرحونا برمشاين يا عين، كلامهم مسينا
سألونا نبقى مين مين، قدمنا نفسنا بس احنا للقمر يا قمر معرفش يذلنا. الناس طلعوا القمر وقمرنا نزل لنا. سلم الصوت يا شكرا. لذا. يعني دائما هيك بس يغني اي شخص باحساس بتفرق انه هو بس مؤدي، يعني المؤدي شيء يمكن والفنان والمطرب شيء ثاني لانه بيرافقه احساس. ايضا يعني كمان حابين ما عم نشبع، نحن ما بدنا نحكي كثير قد ما بدنا نسمع يعني منك. شو كمان في هيك غنيه مميزه حابه تقدمها اليوم؟ نسمع لسوريا، غنيت وطنيه لسوريا. نسمع شيء لسوريا. يلا طبعا. لما الليالي على الدول بتجور بتختير وبتصير دبلاني، لما 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 الليالي على الدول بتجور بتختير وبتصير دبلاني، وسوريا رح تبقى ربيع زهور موسم موسم يوحى الموسم الثاني، والسوري وقت بيرفع ايده جبال بتركع، والنجم البكرة بتطلع ذاكرته مدفوني، كف السما شبيني حب بلادي ديني، انا شرفي بيكفيني بالسوري سموني وسوريتي هويتي، وهج الشمس بيتي والغيم اللي بير والأرض شربان رجليتي. كتير حلو يا يزن. شكرا. يعني يزن خبرنا هلا هيك بعد ذا فويس مشاركتك فيه قررت تصقل موهبتك بمعهد صلحي الوادي، شو فادك المعهد طبعا بصقل الموهبه؟ شو الجديد اللي تعلمته؟ شو حابب بعدين يعني تقدم شيء بمجال الغناء؟ معهد صلحي الوادي عمل لي فرق كثير كبير كسولفيج وكغناء، طبعا هذا الشيء بفضل اساتذته، تشكرهم كلهم، استاذ سمر نجار، استاذ غناء، هو يعني صار في يعني طريقه جديده انه مثلا فتح التم، ضغط على المعده، غناء من الصدر، هذول شغلات يعني ايوه اكاديميه اكثر، وانا حابب يعني اكمل بالمعهد العالي للموسيقى بالاضافه للدراسه اللي بدي ادرسها انا كمدرسه وعادي. ان شاء الله بنشوفك اهم حدا بالدراسه وكمان اهم حدا بالموسيقى ان شاء الله يا رب. يعني يزن بتشوف حالك ايضا بلون معين هيك بتتميز فيه؟ يعني كل حدا بيحس حاله انه بيميل لشغله اكثر من الثانيه. هلا حلو الفنان يغني كل الالوان، ولكن التميز بيكون للون واحد، شو اللون اللي حسيت حالك قريب منه؟ يعني اكثر شيء الفنان الكبير جورج وسوف. الطربي. الطربي. اللون الطربي. هلا ممكن كل فنان له بصمته، برجع بقول بس هو الطرب اقرب شيء لعمري انا او لعمر كل يلي. سمع لنا نشوف. سمعكم شي لعبد الحليم. يلا. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى ومن الهوى يا حبيبي، من الهوى يا حبيبي، وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسرنا وحكينا، خدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا تحت القمر غنينا وسرنا وحكينا،
وفي عز الكلام سكت الكلام، وفي عز الكلام سكت الكلام، وتريني ماسك الهوى في ايديا، ماسك الهوى من الهوى يا حبيبي، من الهوى يا حبيبي. يعني أنا حبيتك بكل الألوان صراحة، الله وخاصة يخليك. الطربي مثل ما قلت، عندك إحساس كتير حلو، وكتير حلو نشوفك أنك متأثر بهذا الجيل القديم. خبرنا كيف هيك عم تسمع الأغاني القديمة؟ يعني هلا حدا بعمرك بيسمع الأغاني الجديدة أو بتأثر تمام. مثلا بفترة التسعينات مو الفترة القديمة، فخبرنا أهلك لهم دور بهذا طبعا السماع. يعني هلا بابا ما انه موسيقي، بس كل يلي قراب منا او الاساتذه يلي بدرسوني بيعرفوا انه والدك بابا. معنا، طبعا مجهرة شكله تحية معنا بالاستديو كمان. حبيب. يعني هو عمل لي فرق كثير كبير بحياتي، تعب علي، ساعدني بموهبتي، هو عنده اذن موسيقيه، ويعني هذا الشيء بيأهلني اني انا ما اسمع غير الطرب. يعني شفنا انه هذا اللون الشعبي هو الدارج هلا شيء، بس تمام يعني الطربي هو الاساس، يعني فنحن صحيح لازم نغني هذا الشيء. صحيح. يمكن العالم لقراب الذواقة للموسيقى اللي بمحيطك هي كمان كانت سبب بتشجيعك، بالإضافة للملكة واللي بيوهبها رب العالمين. أنا دائما بقولها زينب ملكة، هي موهبة الغناء والصوت الجميل، يعني كمان ما نادر يعني بنشوف هلا عم نشوف بزحمة الأصوات كثير أصوات، ولكن بيلعب فيها الميكسر شوي، يعني بيلعبوا بالأصوات شوي، فالصوت النقي اللي هلا أنت عم بتغني لنا بلا موسيقى فواضح. كمان غني لنا، بدنا نتعبك اليوم. طيب ماشي. بعدك مثل ما انت، بعدك مثل ما كنت، روحك حلو وقلبك طيب، منيح اللي بعدك انت، منيح اللي بعدك انت، كتر خيرك عامل طيب. بعدك القصة ما خلصت بنصها، ولا جرحت هالقلب، بعدك بقلبي عنوان المحبة ونياله هالقلب. بعدك القصة ما خلصت بنصها، ولا جرحت هالقلب، بعدك بقلبي عنوان المحبة ونياله هالقلب. كتر خيرك عامل طيب، باقي على ما انت. الله كتير حلو. شكرا. يزن يعني شو بتقول لكل حدا من جيلك عنده هي الموهبة بالغناء؟ شو فادتك المشاركة ببرنامج غنائي، دراستك بمعهد متخصص للموسيقى؟ شو بتنصح كل حدا عنده موهبة الغناء وحابب انه يظهرها او يهذبها مثل ما بنقول؟ هلا اول شيء الواحد يتعب على حاله جدا حتى ينال الشهرة اللي هو بده يتمناها، او ينال اللي هو حاططه براسه. صرت معروف يعني بالسلامية؟ نعم بالسلامية، كلهم حافظينك الحمد لله. يعني يعني الواحد لازم يتعب على حاله اولا ويدرس اي اهم شيء بالاضافة للدراسة، يعني الواحد ما يترك مدرسة ويختصف شيء، لا أكيد. يدرس ويتابع، ويعني رب العالمين هو اخر شيء بيوفق، وان شاء الله يعني كل حدا عنده موهبة ان كانت غناء ولا غير غناء رب العالمين يوفقه يا رب. أكيد إن شاء الله يا رب. يعني يا يزن هيك يمكن أنت هلأ من خلال حديثك وجهت رسالة لكل حدا حابب يغني، لا يتفر ما يتفرد بس بالموهبة، وأيضا لا يكفي هذا طموح فينا نقول وإرادة دائما. في شيء لسوريا حابب هيك نختم فيه محضره؟ نسمع شيء هيك عادي. بالمجد معمرها، بالعز مزنرة، بالمجد معمرها، بالعز مزنرها، علياني علياني سوريا عالريح،
وتضوينا طرها، زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها له، ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب، زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها له، ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب، من التل الكعب الوادي غني لك طير الشادي، من التل للكعب الوادي غني لك طير الشادي، ويزرع حبك يا بلادي ويلم حبوب. موفق يا يزن بكل خطوة رح تخطيها، وإن شاء الله هيك بنلاقيك ناجح بدراستك وأيضا بالموسيقى، ونشوفك هيك عندك الأغاني الخاصة لإلك ونسمعها كمان السلطان الكبير جورج وسوف. نتمنى هيك نشوف. شكرا لوجودك معنا، موفق يا يزن. شكرا لكم جميعا. شكرا، شكرا لإلك يا يزن، وشكر موصول لعائلتك ولوالدك يلي كمان نزل اليوم معك ليكون سند لك. الله يخلي لك اهلك يا رب ويطول لك بعمرهم. اهلا وسهلا فيك، وبنتمنى هيك النجاح لك والتالق. نحن بنفتخر بشبابنا السوريين. على رأس. شكرا لك.